قال عبد الرحمن ابن مهدي، وهو ابن حسان البصري رحمه الله ممن عاش في القرن الثاني، وكان من كبار الثقات ومن كبار السلف، وكان عالما بالحديث إلى درجة أن نعيم ابن حماد قال له: كيف تعرف الكذاب في الحديث؟ قال: أعرفه كما يعرف الطبيب المجنون. يقول: أعرف الكذاب في الحديث كما يعرف الطبيب المجنون.